Je t'aime Alison, très fort, très fort. Je peux pas rester sans toi mon amour, parce que tu sais que je t'aime très fort. بالك قليل منكم اللي راح يشفع على هذه الاغنيه ولا على السيد اللي غناها، رغم بساطه الامكانيات ورداءة لاكاليتي ديماج اللي كانت بيكسيليزي، الا ان هذا لا فيديو كانت بمثابه شهاده ميلاد لصناعه المحتوى في الجزائر. واحد من بين لي بريمي كرياتور دو كونتينيو في الجزائر اللي بانت لا بيريود تاع لي زاني 2009-2010 في وقت وين كان فيه الانترنت ماشي في كاع متناول الناس، بالاضافه الى انه واحد من بين الاوائل اللي جاب لا كولتور تاع لي بارودي ميوزيكال باسلوب بسيط وبامكانيات شبه منعدمه، هذا الشيء كامل قبل ما يبان تيك توك لسنوات طويله. على بالكم من وليد كان يسجل الاغاني تاعو؟ كان يسجلها داخل سيبر كافي ويغني بطريقه جد تلقائيه وعفويه، هذا الامر هو اللي خلى لي زانترنت هذاك الوقت يتفاعلوا معه بطريقه جد قويه. سورتو سورتو كيخرج الغنية تاع جو تام اليسون تخي فورت، هاد الغنية هادي اللي قلبت اليوتيوب دي زاد ودارت ان بوز كبير هذاك الوقت. جو بو با شونجي ما في اليسون، جو بو با سوغتيغ افيك اونتخ في، باسكو جو تام تخي فورت. بوركوا تو في سا اليسون، بوركوا تو في سا. Tu m'as fait blesser mon amour. وثاني من بين الاغاني تاعو اللي داروا حال هذاك الوقت الاغنيه تاع ناديه بركاني الو لو موند وجي با كومبري. بصح يا جماعه وليد ما دارش غير اغاني عاطفيه وكان يتبع لاكتواليتي هذاك الوقت، وهذا الشيء بعد ما داروا شونسون سبيسيال ايكيب ناسيونال سماها لي زالجيريان بعد تاهل المنتخب الوطني في المباراه الشهيره ضد المنتخب المصري. بصح يا جماعه الخير وليد ما حبسش الابداع تاعو هنا وداروا بارودي ايماجينا فيها ليكيب ناسيونال لحقوا لنهائي كاس العالم وخسروا كونتر الطليان في المباراه النهائيه. بعد قرابة 4 سنين في ميدان صناعة المحتوى وليد بدأ يختفي على الأنظار مع قدوم سنة 2013 وما عاودش بان حتى لسنة 2020 وين بان في مقطع فيديو قصير دار فيه بتيت ريبريز تاع الأغنية الشهيرة تاعو جو تام أليسون تخي فورت. أنا جو تام أليسون وليد عجبت لك هذا المورسو قول له سون بيري بوت فون كي تاي سون بيري بوت فون تي تاي سون ديري روت فون كي عملات Yon this time, ooh this time, keep me having you. Someone listen, just la la. إبراهيم حميدة والشهير بإبراهيم إربن هو كذلك واحد من بين الاوائل اللي دخلوا عالم اليوتيوب في الجزائر بفضل طريقته الكوميديه المميزه في دبلجه عده افلام ومسلسلات مشهوره كيما مهند غريس اناتومي وتويلايت. بصح لو ديكليك اللي خلى ابراهيم اربان يكسب قلوب الجمهور هو تقديمه لو ديسانيمي الشهير شابورون روج بينوكها وروح 100% جزائريه، هذا الشيء اللي خلى لبنى محفوره في ذاكره رواد التواصل الاجتماعي هذاك الوقت. في بلديه باب الزوار واحد الطفله صغيره واسمها لبنى. عمي عمر صباح البونجور. صباح الخير يا بنتي، ما تنساش قولي باباك يجي يديك كيلو بطاطا. تاتا وسيله صباح البونجور. او لبنى كي العاده تخرج دوكا ما تجيش حتى المغرب. شحال تقراتي؟ محمد بارتي ولكن ما يعيطولو لي فان ديالو منانوك، هو مواطن جزائري هجر من بنته الباهيه وهران واستقر في الانجليز. الغربه والوحش خلاه منانوك في اواخر سنه 2006 يقابل ليكرون تاع البيسي ديالو ويعبر على المواضيع اللي تدور في راسو سون فيتر وبدون سابق تحضير، الامر اللي خلى الاسلوب تاعو يمزج بين الكوميديا والسخريه والجراه الزايده الخارجه عن المالوف. بلا اي بلا اي بلا. هذا التركيبه العجيبه والغريبه خلت منانوك يكسب قاعدة جماهيرية كبيرة وخلته محبوب في وسط الجمهور خاصة في أسلوبه، وخلت الجمهور تاعو يشوف فيه مثال للمصداقية والشفافية سورتو من الكوتي تاع القدرة الكبيرة على التعبير. وانتوما كتبوا لنا تحت في التعليقات شكون هما صناع المحتوى الأوائل اللي كنتوا تتبعوهم هذاك الوقت. سلام.